سبقنا ودخل على المطعم، يا حمار سبقنا ودخل على المطعم.
العيال بتقول يوم جميل، وطبعا بسبب الاكل خسرت فعلا، ان ما بعرفش اكل كله كده ورا بعضه كده، بس ان شاء الله هنكسب. في ايه؟ الحمد لله كسبنا في موضوع الضربات. كان يوم جميل والله قوي، كان يوم جميل جدا جدا. اعملوا اشتباك في الحلقه دي. قلت لها اقفل يلا يلا باي، ونلتقى في المطعم جوه. Thank you.
الناس اللي هنا طبعا احمد حبيبي خش يا جماعه الله وحوش طلبه كابتن حماده طبعا عازمنا